دعوات لاحتجاجات جديدة في بغداد وسقوط قتلى في مصادمات مع الأمن بكربلاء. مسؤول بالخارجية الأمريكية يؤكد مقتل مساعد البغدادي في سوريا. الرئيس الفرنسي يدين اعتداء مسجد بايون ويتعهد بحماية مسلمي فرنسا. التاسعة صباحا، السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد من القاهرة، أهلا بكم. يواصل الناخبون العراقيون المتظاهرون العراقيون الاحتشاد في ساحة التحرير لمواصلة تظاهرات مستمرة منذ 8 أيام، ولا يزال المتظاهرون معتصمين في ساحة التحرير حتى ساعات الصباح الأولى، رافضين إنهاء احتجاجاتهم والالتزام بحظر التجوال الذي فرضته قيادة عمليات بغداد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي كان يمثل أولوية قصوى منذ وقت طويل، ولم يستبعد ترامب السماح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة التي قتل فيها البغدادي. من جهة أخرى، أكد مسؤولون أمريكيون مقتل الساعد الأيمن للبغدادي والمتحدث باسم تنظيم داعش أبو الحسن المهاجر في عملية أخرى نفذتها القوات الأمريكية. أعلنت جمعية مصارف لبنان استمرار إغلاق البنوك اللبنانية اليوم الثلاثاء بجميع أنحاء البلاد. يأتي هذا فيما حذر حاكم مصرف لبنان من انهيار اقتصاد البلاد خلال أيام إذا استمرت الاحتجاجات. دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي إلى عدم تمديد البريكزيت لما بعد 31 من يناير لعام 2020. في سياق متصل، فشل رئيس الوزراء البريطاني في تمرير مشروع قانون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 12 من ديسمبر. أكد جونسون عقب التصويت أنه ستقدم اليوم الثلاثاء للبرلمان بمشروع قرار جديد حول الانتخابات. أصيب شخصان بالرصاص جراء حادث إطلاق نار أمام مسجد في جنوب غرب فرنسا، وقالت وسائل إعلام فرنسية إن مطلق النار كان لديه اتصالات مع اليمين المتطرف. من جانبه، أدان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بشدة الحادث، وقال ماكرون في تغريدة على تويتر إنه يتعهد ببذل كل الجهود لمعاقبة منفذي الواقعة وحماية المسلمين في فرنسا. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.